يعطيكم العافية، وفعلا رفعتوا معنويتي اليوم صحيح، وكل الدعم وكل الإسناد اللي بدكم منا نحن جاهزين الصحيح. فنشكركم على زيارتكم للقصر غدان، وإن شاء الله بنضل نسمع منكم الخبر اللي نشدوا حالكم وضلكم على النتيجة اللي نحن عم نسمع عنها. واحد اثنين جندك يا أبو حسين. طيب يعطيكم العافية. الله يعافيك. شكرا كثير سيدي. شكرا.